الايمبلس اللي عند زيرو، الايمبلس اللي عند زيرو بيطلع الترانسفورم بتاع الواي. فلو ايمبلس فيها ديون ايه تطلع ايه؟ طيب دي عباره عن ايمبلس هصلها ايه بقى؟ انتوا معايا الايمبلس هصلها ايه؟ اللي بنتكلم عليها اللي هي بتاعت واحد عند زيرو. ايه الفرق بينها ودي؟ ها؟ ايه الفرق بين الريفرس عند زيرو والريفرس عند دي؟ ها؟ واحد لما كانت هنا او ايه لما كانت هنا عند زيرو؟ لما جت هنا عند الله يسار اتنين يبقى حصل لها ايه؟ شيفت؟ ايه القاعده بتاعت الشيفت؟ تضرب في خصومية ماينس دي اوميجا تي نوت بس دي نوت كانت شيفت اليمين. لو شيفت الشمال يبقى بس بلس. يبقى بص فوريا ترانسفورم بتاع دي اكس اوف تي واي تي بعد كده دي زيرو. الـ A دي E أس J أوميجا تساوي على 2. ده الإمباص اللي على الشمال. دي الإمباص اللي على الشمال. طب الإمباص اللي على اليمين تبقى إيه بقى؟ ها؟ دي بقى تبقى إيه؟ دي تبقى نيجاتيف. إيه أولاً هي من نيجاتيف؟ بعد الـ E أس نيجاتيف جي اوميجا تابع على اثنين. ادي الفوريير ترانسفورم بتاع التفاضل. يعني ممكن اكتبها ازاي؟ اكتبها انها ايه؟ وبعدين اكتب ده. الايوس جي اوميجا ناقص يوس ناقص جي اوميجا دي تبقى ايه؟ دكتور 2 جي ساين دكتور 2 جي نعم المعادله دي مش الحته دي شمالها عادي دكتور من اللي قبليها بقى دكتور نعم من اول التفاضل هو التفاضل اصلا ازاي؟ المفروض يبقى التفاضل بين تلك الانبوس اللي احنا صدقنا الانبوس اللي عندي زيرو اللي كانت تلتا وفي دي 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 بتطلع واحد دي اثبتناها في الجيم كويس؟ يعني تذكرة بتاعت ان هي كانت ازاي؟ كنا بنجيبها ازاي؟ بنجيبها ممكن تجيبها من فوريير ترانسفورم او ممكن تجيبها من فوريير سيريز. عايز تجيبها من فوريير ترانسفورم اهي تبقى تكامل اكس اوف تي اللي هي دلتا اوف تي اي اس ماينس جي اوميجا تي دي تي. الداله دي مش موجوده غير عند زيرو. الداله دي مش موجوده غير عند زيرو. طب ده مش موجوده عند زيرو يبقى اي اس ماينس جي اوميجا تي واحد. يعني دي الداله فانكشن اكزيست اونلي ات تي يساوي زيرو. يعني يبقى اذا تي اس ماينس جي اوميجا تي ده واحد. فيبقى عندك الترانسفورم عباره عن دلتا اوف تي دي تي. التكامل بتاع دلتا اوف تي دي تي قلنا ان هو واحد. اللي هي كانت عباره عن انقص الديوريشن بتاعتها دلتا والارتفاع بتاعها واحد على دلتا. فدي بتطلع واحد. فده الترانسفورم بتاع الانقص. الصورة بتاع الإيقاظ بالشكل ده. كويس؟ يبقى أنا قلت لك عن الفوريا ترانسفورم بتاع تي اتش تي بس دي أنا بعيدها تاني عشان الناس اللي مش شايفين مرة. بتساوي إيه؟ الترمين دول جم ازاي؟ اهو دي عباره عن انقص الاريا بتاعتها ايه؟ هتبقى بدل واحد تبقى ايه؟ وشفت للشمال لو شفت للشمال تضرب في اس جي اوميجا تي اوميجا تي نو. لو شفت للشمال شفت لليمين في اس جي ماينس جي اوميجا تي نو.
ايه اللي انا بتجوز نفسه؟ يعني بدل ما لو واحد يعني لو كان هنا واحد يبقى واحد، لو كان اثنين تبقى ايه؟ لمجرد الاريا بتاعت الانفورس. يعني اصل ايه الفرق بين فانكشن اتغيرت من 0 ل1 او فانكشن اتغيرت من 0 ل5 او من 0 ل10 او كده؟ هو الرقم ده اللي هو التفاضل اصلا، اللي هو التفاضل نفسه. انت عندك ايه بطل؟ يا كبيره يا صغيره على كل قسم حسب الارتفاع نفسه. يعني لو ايه يعني درجه ما كان عندك يسموها الميلينج، ايه البص اللي هي السفنجر اللي هي اليونت. لكن لو هي كبيره تضرب في الرقم مش اكتر من كده، تضرب في الرقم. فاذا فده شباب اللي هو قلنا هيبقى ايه؟ والترمين دول اللي هم 2 جي ساين اوميجا تاو على دي. ده فوريا ترانسفور لو شلت الاوميجا وحطيت الدال 2 باي اف يبقى عندي فوريا ترانسفور بتاع دي اس اوف تي باي دي يبقى بيساوي 2 جي اي ساين دي بقى 2 باي اف فتبقى باي اف تاو. طيب البروبابيلتي اللي جبناها بتقول ايه؟ الفوريير ترانسفورم بتاع اكس اوف تي ايه علاقته بالفوريير ترانسفورم بتاع التفاضل؟ بتاع التفاضل بيطلع من روح جيومي، يبقى عشان ترجعه تعمل ايه؟ هنقسم على جيومي. يبقى دلوقتي الفوريير ترانسفورم للقاع بتاع اكس اوف تي هتساوي الفوريير ترانسفورم بتاع دي اس اوف تي باي دي مقسومة على جيومي اللي هي من القاعدة دي. يبقى هنا هتساوي ايه؟ هتساوي 2 جي اي ساين باي اف تاو على جي والاوميجا هحطها 2 باي اف. طب تطلع في تفاضل يطلع
وما بياخدوش منها من حاجه بصراحه، لان هي بتفيد جدا لما تكون الداتا اللي عندك صعبه. بص شويه نظريا ممكن تعمل التفاضل اكتر من مره، يعني فرض ان الداتا صعبه فاول تفاضل ليها مازال صعب فاضلها تاني وترجع بيها واحده واحده واحده، يعني من اخر تفاضل تعرف تجيبه اسمع بجرونك ازاي بالقبل وبعد بجرونك تاني، يعني من ناحيه الماده ممكن تكررها، يعني هي القاعده العامه ممكن تبقى التفاضل ان، يعني التفاضل بدرجه ان وتبقى شيء ابيض وسين، يعني افضل اعمل تفاضلات لازم توصل لحاجه انا عارفها سهله بالنسبه لي. وزي ما اكدنا قبل كده شباب الترانسفورمز اللي احنا جبناها في المحاضره تعتبر بالنسبه لنا معلومه، يعني مش حافظينها تاني، يعني جبنا لنا الفرصه اللي ايه ده وسي كيف ده ودي خلاص انا عارفها. بتاع الاكسبوننشال مثلا الواحد على الفا جيو جيو اوميجا معروف معلومه ما فهم اثباته خلاص مش هنعيده تاني. طيب نشوف امثله تانية عشان بروبابلي دي مهمه جدا. كويس. الحكايه دي شباب عشان
قانون من ورق مصفوف. حسب حكم إيو الصمايل جي أوميا داو على اثنين مصدر إلا بو هيدا بكل معاك إيو سجي أوميا داو على اثنين ماينس إلا Are you speaking of your own authority? We need the F name J is like. Can I tell you? Name A, J. هرجع عشان اشيل من اوريا واحطهم ده اثنين باي اف. يبقى اوريا خمس فور تعال تفور. تضرب في ماينس جي اوميجا تبع على
فحضرتك راجل ناعم عن طريق خاصيه الشركه، ما راجل ناعم عن طريق خاصيه التفاضل، مش انا جبت لك بس ان التفاضل يبقى بتعمل اداره وازاي تطلع نفس التعليمات عشان ترسيخ لكيفيه استخدام الخاصيه نفسها. هعمل لك حاجه اللي هي تبان بقى اصعب شويه، اتكلم معاك في حاجه سنتين فيها او كتير من الحاجه دي. المعلومات اللي انا عملتها
حاجه تجيش على كده في ايجاب يا شباب الشباب رجعوا